أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: في بلادنا قد يكون من جيراني من الكفار. يقول أحسن الله إليكم: في بلادنا قد يكون من جيراني من هو من الكفار، فكيف يكون التعامل معهم إذا حصل لهم وفاة أو مرض؟ نعم، تعود المريض الكافر وتدعوه إلى الإسلام. النبي صلى الله عليه وسلم عاد اليهودي، عاد اليهودي وعاد عمه أبا طالب، فتجوز زيارة المريض الكافر لأجل دعوته إلى الإسلام وترغيبه في الإسلام. وأما الجوار فأحسن إليه وإن كان كافرا، الجار له حق وإن كان كافرا، حق الجوار. نعم. يقول أحسن الله إليكم في تتمة سؤاله: وهل يمكن مساعدتهم ماديا؟ وكذلك الصدقة التبرع لا بأس بها، أما الزكاة فلا، لا يعطوا من الزكاة إلا من باب التأليف، إذا رأى ولي الأمر تأليفهم أو دفع شرهم هذا من باب التأليف، أما من غير التأليف فلا يجوز دفع الزكاة للكافر، إنما هي للمؤمن. لكن التصدق عليه صدقة تطوع أو تبرع وهو محتاج لا بأس بذلك، أو جائع تطعمه أو عطشان تسقيه لا بأس بذلك، هذا من الإحسان. نعم. يقول أحسن عليكم: وكذلك في حالة الأفراح التي تحصل عندهم. لا، ما نشاركهم في أفراحهم وأعيادهم. نعم.